بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤذن إلا وهو متوفى وضعفه. وله عن زياد بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ومن أذن فهو يقيم وضعفه أيضا. ولأبي داود عبد الله بن زيد قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت، وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه الأربعة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد، هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في آخر باب الأذان لأن فيها بعض آداب الأذان وما يستحب، وإن كان فيها ضعف لكن يستانس بها في هذا الموضوع لأن باب الفضائل يتسامح فيه لرواية الأحاديث الواردة فيه وإن كان فيها ضعف، إذ لا تؤسس عليها أحكام. وهذه طريقة العلماء رحمهم الله في الاستدلال الحديث الضعيف، أنهم يتسامحون به يتسامحون فيه في باب الفضائل فضائل الأعمال، خصوصا إذا كان الحديث ليس متناهي الضعف أو له شواهد تقويه، لأنه لا يترتب على ذلك بيان أحكام أو بناء أحكام مستقلة. أما قضية الحلال والحرام والواجب وما أشبه ذلك من الأحكام الأساسية هذه لا تثبت ولا يستدل لها إلا بأحاديث صحيحة. فهذه الأحاديث فيها أنه يستحب للمؤذن أن يكون على طهارة، لا يؤذن إلا متوضي، وهذا من باب الاستحباب لأن الأذان عبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، فكونه يؤديه وهو على طهارة أفضل وأكمل. ولو أذن وهو على غير طهارة فأذانه صحيح، إذ لا يشترط للأذان الطهارة، وإنما هذا من باب الاستحباب فقط. وكذلك الإقامة، الأولى أن من أذن أن يقيم هو، ولا يؤذن واحد ويقيم آخر، فالأولى والأفضل أن يتولاهما شخص واحد. وفي الحديث
من أذن فهو يقيم، ولكن يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر، يجوز ويجزي هذا، ولكن الأفضل أن يتولاهما شخص واحد. هذا من آداب أيضا الأذان والإقامة. وقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنا رأيته وأنا أريده، هذا سبق أن عبد الله بن زيد قرأ في المنام الأذان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رؤيا حق، وشرع الأذان من حين ذاك كما سبق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأذان لبلال ولم يعطه لعبد الله بن زيد، لأن بلالا أندى صوتا من عبد الله بن زيد، والمؤذن ينبغي أن يكون ذا صوت حسن وذا صوت جهوري، من أجل أن هذا أتم في الإبلاغ وإسماع الناس له، فدل على أنه يختار للأذان الأرفع صوتا والأحسن أداء، وهذا من أداب الأذان أيضا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن عبد الله بن زيد وهو الذي رأى الأذان إلى بلال من أجل مزية نداوة الصوت، هذا يدل على أنه يختار للأذان الأحسن صوتا. ولو أذن من ليس بندي الصوت أجزأ ذلك، ولكن الأفضل والأكمل أن يكون ذا صوت ندي وصوت جهوري، هذا من آداب الأذان أيضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث التي وردت في الدعاء بعد الأذان، وهي أحاديث مطلقة وأحاديث مقيدة. حديث المطلقة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا مطلق في أي نوع من أنواع الدعاء يدعو الإنسان، لأن هذه الساعة التي بين الأذان والإقامة ساعة إجابة ومظنة إجابة، فيدعو المسلم بما يريد من أنواع الأدعية الخاصة به والعامة له وللمسلمين، لأن هذا الوقت وقت إجابة بقوله لا يرد الدعاء، معناه أنه يستجاب في هذه الساعة، فينبغي للمسلم أن يجتهد الدعاء فيما بين الأذان والإقامة، وأنه يدعو بما تيسر له خاصة وللمسلمين عام، إلا أن هذا مقيد بأن لا يكون الدعاء فيه اعتداء، فإذا كان الدعاء فيه اعتداء فإنه منهي عنه، كان يدعو على شخص بما يضره، يدعو على شخص بما يضره أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن هذا الدعاء منهي عنه لأنه من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء منهي عنه. قال سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب
المعتدين. لا يجوز أن تدعو على مسلم لم يظلمك ولم يتعدى عليك أن تدعو عليه بسبب أنك تبغضه أو أنك، هذا لا يجوز، لأن هذا من الاعتداء. كذلك الدعاء بقطيعة رحم أو بإثم، كان يدعو الإنسان أن ييسر له الله معصية والإثم، أن ييسر له شرب الخمر أو أن ييسر له الزنا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز أن يدعو الإنسان لمعصية، هذا من الاعتداء في الدعاء. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. أو يدعو على نفسه بالموت أو بالضرر على أحد، على نفسه أو على أحد، هذا لا يجوز، للنهي عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء، هذا عموم مقيد بأن لا يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم أو اعتداء على أحد بغير حق. وورد الدعاء مقيدا في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في الباب. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة حتى محمد الوسيلة والفضيلة، فبعث الله المقام المحمود الذي وعدته التي له شفاعة يوم القيامة. حديث جابر رضي الله عنه، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء للمسلم لنفس الداعي، لأن الداعي يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم يريد حصول هذا الوعد، وهو استحقاق الشفاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فيستحب للمسلم إذا سمع النداء أن يجيب المؤذن كما سبق، وأن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق. فإذا فرغ المؤذن فإنه يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة التامة المراد بها الأذان، سمي دعوة لأنه يدعو الناس للحضور للصلاة، والتامة يعني الكاملة. فالأذان دعوة تامة، يعني دعوة كاملة لما يشتمل عليه من التوحيد والدعوة إلى الخير، فهو دعوة كاملة في الخير، أوله تكبير والشهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، ثم الدعوة إلى الصلاة، ثم ختامه بالتكبير والتهليل. فهو ذكر عظيم يشتمل على التوحيد ويشتمل على تعظيم الله سبحانه وتعالى، ويشتمل على الدعوة إلى الخير، إلى الصلاة والفلاح، فهو دعوة تامة شاملة في الخير. فهذا ثناء على الأذان ومدح للأذان،
والصلاة القائمة. الصلاة القائمة قيل معناها التي ستقام، الصلاة القائمة هي التي ستقام. وقيل المراد بالصلاة القائمة يعني الصلاة المستمرة التي لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير، وهي الصلوات الخمس المفروضة على الأمة إلى أن تقوم الساعة. فمعنى قائمة يعني مستمرة ودائمة لا تنسخ ولا تبدل. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهاتين العبادتين، عبادة الأذان وعبادة الصلاة، توسل إليه بما يأتي. آت محمدا الوسيلة، لما توسل إلى الله بهاتين العبادتين طلب منه للرسول صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. الوسيلة في الأصل يعني في اللغة ما يتوسل به إلى الشيء ويتوصل به إلى الشيء، السبب الموصل إلى الشيء يسمى وسيلة. والوسيلة التي يتوصل بها إلى الله سبحانه وتعالى هي عبادته، ابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يعني بعبادته. فالوسيلة التي توصل إلى الله هي عبادته سبحانه وتعالى، لأنها هي السبب التي تجلب رضا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالعبادة. وليست الوسيلة ما يدعيه المخرفون من أنك تجعل بينك وبين الله واسطة تدعوه به من الخلق، تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق تدعو الله به، هذه وسيلة باطلة منهي عنها، وهي إما شرك وإما وسيلة إلى الشرك، كان يقول أسألك بمحمد أو بحق محمد أو بجاه محمد أو ما أشبه ذلك، هذا لا يشرع لنا. وإنما الوسيلة أو يتوسل الله بالأولياء والصالحين والموتى يجعلهم وسائل، كما قال المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه وسيلة باطلة. إنما الوسيلة الصحيحة والوسيلة الحق هي عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الوسيلة عموما. أما الوسيلة المراد بها هنا فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي منزل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهو أعلى المنازل في الجنة وأقربها إلى عرش الرحمن. منزلة في الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم: منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو الله أن أكون هو. فالوسيلة المراد بها هنا منزلة في الجنة. فأنت تسأل الله أن تكون هذه المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة أيضا المنزلة على المرتفعة على الخلق، يعني فضله على خلقك، فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقك، أعطه المنزلة في الجنة وفضله أيضا على غيره من الخلق. فهو دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذه دعوة ثالثة
دعوة ثالثة، وابعثه يعني يوم القيامة، ابعثه يعني يوم القيامة حين يبعث الناس من قبورهم مقاما محمودا. مقام المفعول ثاني، والمفعول الأول هو ضمير الغائب، ابعثه، ابعثه أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفعول أول. مقاما هذا مفعول ثاني، مقاما محمودا الذي وعدته، يشير إلى قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، فهذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سيبعثه مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود جاء تفسيره لأنه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وذلك بأن الخلائق يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر وشق عليهم الوقوف يأتون إلى آدم عليه السلام ويطلبون منه الشفاعة إلى الله لأن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح عليه السلام فيعتذر، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر، يأتون إلى موسى فيعتذر، يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم في فصل القضاء بينهم ليريحهم من الموقف، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويخر ساجدا تحت العرش ويحمد ربه ويدعوه ولا يزال يدعو حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع، وذلك لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء وإنما يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه حتى يستجيب الله له ويأذن له بالشفاعة ويقول له سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا في الفصل بين عباده فيجيبه الله إلى ذلك، فعند ذلك يحمده الأولون والآخرون على هذه الشفاعة، وظهرت بها مزيته صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين. هذا هو المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى، بعثه المقام المحمود الذي ومقاما محمودا الذي وعدت. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن من دعا بهذا الدعاء بعد كل أذان حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيره من الأنبياء والأولياء والصالحين والأفراط، فإن الشفعاء يوم القيامة كثيرون، ولكن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، أعظمها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة لأن يدخل الجنة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أيضا لرفع منازلهم، لرفع منازلهم، وهناك شفاعات في إخراج العصاة من النار
أو الشفاعة لهم بعدم دخولها، وهذه عامة، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء ويشفع الصالحون، ولكن بشرطين كما سبق. الشرط الأول أن تكون بإذن الله جل وعلا، والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثبوت الشفاعة، فيه ثبوت الشفاعة، الشفاعة حق وثابتة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين كما سبق: إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. وهناك أدعية أيضا غير هذا، منها: رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا، أيضا هذا يقال بعد الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أيضا ورد فيها أحاديث أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يشرع بعد الأذان. نعم. وكذلك مما يتعلق بالأذان الحديث الذي فيه الإمام أملك، المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، المؤذن أملك بالأذان والمؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. هذا الحديث يحدد لكل من الإمام والمؤذن مسؤولية، فالمؤذن مسؤول عن الأذان ولا أحد يدخل عليه أو ينازعه فيه، وهو المسؤول عن دخول الوقت ومراقبة الوقت. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن على الوقت. فالأذان مسؤولية المؤذن بأن يقوم به وأن يوديه في الوقت، لا يتقدم عن الوقت ولا يتأخر عن دخول الوقت، بل يراقب الوقت دائما صيفا وشتاء ليلا ونهارا، يهتم بالأذان ليؤديه في وقته. والمؤذن والإمام أملك بالإقامة، لا يجوز للمؤذن أن يقيم بدون إذن الإمام، فالمسؤول عن الإقامة هو الإمام، لا يتأخر يشق على الناس ولا يتقدم وفوت الناس الصلاة، وإنما يراعي أحوال المأمومين. ويلاحظ الإقامة لأن تكون في وقت مناسب ومناسب لأحوال المأمومين، لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما يواظب على حد معين يعرفه الناس حتى يستريحوا معه، فهو المسؤول عن الإقامة. فلا يجوز لأحد أن يقيم الصلاة بدون إذن الإمام، لا المؤذن ولا غيره، ولا يجوز لأحد أن يؤذن غير المؤذن المعين للأذان، لا يدخل على الإمام في إمامته ولا يدخل على المؤذن في أذانه.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، فكل له مسؤولية لا ينازعه فيها أحد. ولكن ليس معنى هذا إن المؤذن إذا عرف أنه ما ينازع والإمام إذا عرف أنه ما ينازع يتحكمان في الناس ويضران بالناس، لا، يجب عليهما الرفق بالناس والرفق بالمأمومين والرفق بالمصلين. أو معناه أنه إذا أعطي السلطة والصلاحية أنه يشق على الناس ويقول: هذه مسؤوليتي أو أنا المسؤول عن هذا. هذا لا يجوز، بل يرفق بالناس ويراعي أحوال الناس مع مراعاة أيضا العبادة وعدم الإخلال بها تقديما أو تأخيرا أو تخفيفا، بل يراعي أحوال الناس ويراعي أيضا أحوال العبادة فلا يخل بها. وإذا قام بذلك على الوجه المشروع فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. باب شروط الصلاة. وعن طلحة بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خشى أحدكم في الصلاة فليتوضأ فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قال: شروط الصلاة، شروط جمع شرط، شروط جمع شرط. والشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، أشراطها يعني علاماتها، علاماتها التي تدل على وقوعها. ومنه الشرطي، الشرطي وهو الجندي، سمي شرطيا لأن عليه علامة الجندية، علامة الجندية. الشرط سموا شرطا لأن عليهم العلامات التي تدل على اختصاصهم بهذا العمل. هذا في اللغة. فالشرط لغة العلامة. واصطلاحا عند الأصوليين الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عكس المانع. الشرط يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود. يعني إذا وجد الشرط ما يلزم وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد. الوجود لا يلزم منه الوجود، وأما العدم فيلزم منه العدم، فيلزم من عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا الإيمان شرط لدخول الجنة، فإذا عدم الشرط وهو الإيمان عدم المشروط وهو دخول، وهو دخول الجنة. وهكذا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، عدمت الصلاة. وهكذا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط عدم وجود المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود. فإذا وجد الشرط لا يلزم وجود المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد. هذا تعريفه عند الأصوليين. وشروط الصلاة هي الأشياء التي لا تصح إلا بها. شروط الصلاة هي الأشياء التي تتوقف صحتها عليها، وهي قبلها. الشروط
يجب أن تكون متوفرة قبل الصلاة وتستمر إلى الفراغ منها. فشروط الصلاة ما يوجد لها قبلها ويستمر إلى الفراغ منها. فلا بد قبل الدخول في الصلاة أن تكون شروطها متوفرة وتستمر يستمر توفرها ووجودها إلى الفراغ من الصلاة. بخلاف الأركان، أركان الصلاة ما تكون قبلها وإنما تكون في أثنائها، كتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الاعتدال من الركوع، الجلسة بين السجدتين. فأركان الصلاة تكون في داخلها ولا تكون قبلها. وأيضا الأركان لا تستمر إلى الفراغ من الصلاة وإنما توجد ثم تنتهي، كل شيء ينتهي بوقته، الركوع ينتهي بوقته والسجود ينتهي بوقته وقراءة الفاتحة تنتهي بوقتها، لا تستمر إلى الفراغ من الصلاة. هذا الفرق من حيث الحقيقة بين الركن والشرط. وأما الفرق من حيث الحكم فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فشروط الصلاة كما ذكر الفقهاء تسعة شروط: الإسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط الثلاثة في كل العبادات، اشترط في كل العبادات الإسلام، اشترط فيها العقل تكون من عاقل، يشترط فيها التمييز إلا الحج، فإن الحج لا يشترط فيه التمييز، يصح من الصبي وإن كان غير مميز، إن كان يرضع يصح منه الحج. وبقية العبادات لا بد أن تكون من مميز. وكذلك النية، شرط أيضا لصحة الصلاة النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. شرط لها الطهارة، شرط للصلاة الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ويأتي بيانه. من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، وهذا سبق ذكره المؤلف في الأحاديث التي سبقت في باب المواقيت والأذان. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، استقبال القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، كل هذه شروط لصحة الصلاة مع الإمكان والاستطاعة، فلا بد منها مع الإمكان والاستطاعة، ومن عجز عن شيء منها فإنه يسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم نعم. عن طلحة بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قصى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة، على رفع الحدث، هذا الحديث يدل على اشتراط رفع الحدث بالوضوء
أو ما يقوم مقامه وهو التيمم. وهو عن طلق، عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. علي بن طلق في عندنا اسمان: طلق بن علي وعلي بن طلق. طلق بن علي الذي مر بنا حديثه في نواقض الوضوء، وهنا يقول علي بن طلق، فهل هما شخصان ولا شخص واحد؟ اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من يرى أنهما شخصان، وأن علي بن طلق هو والد طلق بن علي، هو والد طلق بن علي الذي مر ذكره، وهما من أهل اليمامة، من أهل هذا البلد، ولهذا يقول اليمامي الحنفي من بني حنيفة. فهما شخصان، أحدهما والد للآخر، فعلي بن طلق هذا والد لطلق بن علي الذي سبق. وقيل إنه شخص واحد، اسمان لشخص واحد، الله أعلم. على كل حال الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحد، ومعناه خروج الريح من الدبر، خروج الريح من الدبر فلينصرف، فدل على أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء. وهذا إجماع من أهل العلم، إجماع من أهل العلم أن خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، وأنه يجب على المسلم أن يتوضأ. فإذا حصل منه خروج ريح وهو في الصلاة بطلت صلاته، لأنه انتقض وضوءه، فيجب عليه أن ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء، ويتوضأ من جديد ويعيد الصلاة من أولها. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث صحيح، فهو يشهد لهذا الحديث أيضا في أن خروج الريح ناقض للوضوء، وهو إجماع من أهل العلم. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها، أن رفع الحدث شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح من محدث حتى يرفع حدثه إما بالوضوء وإما بالتيمم. المسألة الثانية فيه أن خروج الريح ناقض للوضوء، وهذا محل إجماع من أهل العلم. المسألة الثالثة أن من انتقض وضوءه وهو يصلي فإنه يجب عليه الانصراف ويحرم عليه الاستمرار في الصلاة، ينصرف ولا يستمر في الصلاة وهو على غير وضوء، وإن استمر فإنه يكون آثما، بل إن بعض العلماء يرى أنه يرتد لأنه يكون مستهزئا بالدين، حيث إنه يصلي وهو على غير وضوء، هذا استهزاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انصرف ثم هو يستمر، هذا لا يجوز، أقل أحواله التحريم، يجب عليه أن ينصرف. المسألة الرابعة: الحديث دليل على أن من بطل، من انتقض وضوءه في الصلاة أنها تبطل صلاته ولا يبني على ما سبق منها إذا توضأ،
لا يبني، يروح يتوضا يقول انا صليت ركعتين ابني عليهن واكمل اصلي ركعتين خلاص، نقول لا، بطلت صلاتك، فعليك ان تستانف من جديد، والركعتان اللتان صليتهما بطلتا. لكن ورد حديث مردنا في نواقض الوضوء ان الانسان اذا اصابه قيء او رعاف في الصلاه انه ينصرف ويتوضا ويبني على ما مضى من صلاته بشرط ان لا يتكلم، وهو لا يتكلم. لكن قالوا ذاك الحديث ضعيف، الحديث ذاك ضعيف، وهذا الحديث اصح منه، فيقدم الصحيح على الضعيف، فيدل على بطلان الصلاة انتقاض الوضوء، وأنه لا يبني على ما مضى منها إذا تطهر وعاد إلى الصلاة، وإنما يستأنف من جديد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار، أخرجه الخمسة إلا النسائي في صحة ابن خزيمة. هذا شرط آخر من شروط صحة الصلاة، هو الأحاديث التي بعده تدل على شرط آخر من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة، وهو ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. الحائض المراد بها من بلغت الحلم، المراد بالحائض من بلغت الحلم، وليس المراد بالحائض هنا التي عليها الحيض، لأن التي عليها الحيض لا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي، وإنما المراد بالحائض من بلغت الحلم، سواء كانت علامة بلوغها الحيض أو غير الحيض، لأن يعني علامات البلوغ كثيرة، منها الاحتلام، ومنها الإنبات، إنبات الشعر حول القبل، ومنها الحيض بالنسبة للمرأة، ومنها بلوغ 15 سنة لمن لم يحصل منه علامة قبل ذلك. فالمراد بالحائض هنا من بلغت الحلم، سواء بالحيض أو بغيره، بغير خمار. الخمار المراد به غطاء الرأس، ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها يسمى خمارا، من التخمير وهو التغطية، وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. ويسمى الشجر خمرا، الشجر يسمى خمرا لأنه يغطي الأرض، فكل ما غطى شيئا يقال له خمره ويقال له خمار. ثم غلب استعمال الخمار على ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها، يسمى خمارا ويسمى لصيفا، خمار أو لصيف. لا يقبل الله صلاة حائض، يعني لا تصح صلاتها، لا يقبل الله يعني لا تصح صلاتها إلا بخمار، أي تغطي رأسها وعنقها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمر جمع خمار وهو ما على رؤوسهن من الأغطية. فدل هذا الحديث على وجوب ستر المرأة لرأسها في الصلاة،
بأن تغطي شعرها وتغطي نحرها وعنقها بالخمار، فلو صلت وهي مكشوفة الرأس أو صلت وقد بدا شيء من شعرها أو من عنقها لم تصح صلاتها. ويدل بمفهومه على أن الصغيرة التي لم تبلغ تصح صلاتها ولو كانت مكشوفة الرأس كالجواري الصغار التي لم يبلغن يصلين ويؤمرن بالصلاة وتصح منهن الصلاة وتكون نافلة ولا يشترط أن يغطين رؤوسهن، فلو صلت الجواري وهي مكشوفة الرؤوس صحت صلاتها بمفهوم هذا الحديث. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، اذا كان الثوب واسعا فانشحت به، يعني في الصلاه، ولمسلم فقالت بين طرفيه، وان كان ضيقا فاشتجر به. متفق عليه. ولهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه كيف. نعم. اللي بعده. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وقمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. هذا متعلق بالحديث الأول أنه في موضوع لباس المرأة في الصلاة. أما حديث في الثوب إذا صلى أحدكم في الثوب فإن كان واسعا فليلتحف به إلى آخره، فهذا في حق الرجال، فنتكلم على حديث الذي يتعلق بحق المرأة. سبق حديث القمار وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بقمار. حديث أسمى رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: تصلي المرأة في الدرع في الخمار والدرع وليس عليها إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالحديثان يدلان على بيان لباس المرأة في الصلاة، وهو أنه يجب على المرأة في الصلاة أن تستر جميع جسمها، أن تستر جميع جسمها، أعلاه تستره بالخمار، وأسفله تستره بالدرع، والدرع المراد به الثوب، ثوب المرأة يسمى درع، الثوب يسمى درعا، ويسمى الدرع من الحديد الذي يستعمل في الحرب درعا، لكن المراد هنا ثوب المرأة. فيشترط للمرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، فالمرأة لها عورة بالنسبة للصلاة، ولها عورة بالنسبة للنظر، نظر الرجال إليها. أما عورتها في الصلاة فكلها عورة ما عدا وجهها، كل المرأة عورة في الصلاة ما عدا وجهها. يجب عليها أن تستر جميع جسمها، أسفله أن تستر جميع جسمها أسفله وأعلاه، أعلاه بالخمار وأسفله بالثياب. سواء كان مع الثوب إزارا أو ليس معه إزار، والإزار المراد به ما يكون على أسفل الجسم من السرة وما تحت. هذا الحديث هل تجمع المرأة بين الخمار والدرع والإزار، أو أنه يكفي منها أن تصلي بالخمار والدرع فقط ولا يشترط أن يكون عليها إزار؟ حديث يدل على أنه لا يشترط الإزار، وإنما يشترط ستر الجسم. فإن كان هناك إزار ثلاثة أثواب، يعني درع وخمار
وإزار فهذا أكمل، وإلا إذا لم يكن هناك إزار فإنه يكفي أن تستر جسمها ولو لم يكن عليها إزار أو سروال. هذا ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم إذا كان الدرع سابغا يعني ظاهيا يغطي ظهور قدميها، أدل على أن القدمين من العورة في الصلاة، وكذلك الكفان وكذلك بقية الجسم ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة. وهذا بإجماع أهل العلم أن الوجه، وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، وإنما هو عورة بالنسبة لنظر الرجال، فعورتها بالنسبة لنظر الرجال جميع جسمها بما في ذلك وجهها، وأما عورتها بالنسبة للصلاة فجميع جسمها ما عدا وجهها، هذا بالإجماع. واختلف العلماء في الكفين، قيل إنهما ليس بعورة، واختلفوا أيضا في القدمين قيل إنهما ليس بعورة أيضا، ولكن ظاهر الحديث هذا أن جميع جسمها عورة ما عدا الوجه. لا، لولا الإجماع على أن الوجه ليس بعورة لصار جميع جسمها في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كان الدرع سابغا، ومعنى سابغا يعني ضافيا على جسمها بما في ذلك الوجه، ولكن أخرج الإجماع الوجه، فدل على أن ما عدا الوجه يكون عورة في الصلاة، إذا بدأ منه شيء لم تصح صلاتها. فعلى النساء أن يتنبهن لذلك، إذا صلت تستر جميع جسمها، فإن كان عندها رجال لا تظهر شيئا أبدا، إن كان ما عندها رجال أو عندها رجال محارم تظهر وجهها فقط. هذا ما دل عليه حديث أسماء. يقول رجح الأئمة وقفة، يعني الموقوف هو ما كان من كلام صحابي، ما كان من كلام الصحابي. نعم. وأما حديث إذا صلى أحدكم في الثوب الواحد فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليتزر به، هذا بالنسبة للرجل، عورة الرجل في الصلاة. الثوب المراد به هنا القطعة من القماش أو من غيره، القطعة التي يستر بها الرجل جسمه، وهي غير مخيطة، قطعة غير مخيطة، سواء كانت من القطن أو من الصوف أو من أي مادة غير محرمة، غير مخيطة، على شكل شملة أو عباءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل في هذا، يقول إن كان الثوب واسعا، إن كان الثوب واسعا فليلتحف به، يرد في رواية مسلم يرد طرفيه طرفه على الآخر، بمعنى أنه يلفه على جميع جسمه أعلاه وأسفله، يجعله على كتفيه، يجعله على كتفيه، ويرد الطرف الأيسر على الكتف الأيمن، ويرد الطرف الأيمن على الكتف الأيسر، من أجل أن يكون رداء ويكون إزارا يغطي جميع الجسم، هذا إذا كان واسعا. وإذا كان ضيقا فليتزر به، يلفه على أسفل جسمه ما بين السرة إلى الركبة، وهذا شيء لا بد منه، ما بين سرة الرجل وركبته هذه عورة لا بد من سترها مع الإمكان، وأما ستر أعلى الجسم فهذا مستحب لأنه من الزينة ومن الكمال، قد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة،
يقول الشيخ تقي الدين: والزينة شيء زائد على ستر العورة. الزينة شيء زائد على ستر العورة. فإذا كان الثوب واسعا، يعني كانت القطعة واسعة تغطي أعلى الجسم وأسفله، فإنه يلتحف بها على كتفيه وعلى صدره وعلى ظهره وعلى أسفل جسمه، لأن هذا أكمل وأجمل للهيئة. ولا يصلي مكشوف الكتفين ومكشوف الظهر والصدر. أما إذا كان الثوب ضيقا لا يغطي على الجسم كله، فإنه يقتصر على الضروري وهو ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة، يتزر به، أن يجعله إزارا. هذا معنى الحديث. فدل الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل في الصلاة، وأن حدها ما بين السرة إلى الركبة، هذا لا بد منه. فإن كان في الثوب زيادة وفيه سعة فليغطي به أعلى جسمه أيضا، لأن هذا من الكمال ومن الزينة. ونحن نرى بعض المحرمين في المسجد الحرام يفلون بهذا، يصير معه رداء ويطرحه ويصلي وهو مكشوف الكتفين ومكشوف الصدر، هذا نقص. الله وسع عليه وأعطاه إزارا ورداء، فلماذا يقتصر على الإزار فقط؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وهذا لم يلتحف وإنما اقتصر على الإزار، فهذا نقص. بل إن الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تصح صلاته وهو مكشوف الكتفين، لا بد أن يغطي ولو أحد الكتفين، للحديث الذي سيأتي: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. على كل حال، مهما أمكن الإنسان أن يستر أعلى الجسم، يستر الكتفين والظهر والصدر بالرداء أو بفضل الثوب، فهذا أكمل له وأحسن. أما إذا لم يجد إلا ما يستر أسفل الجسم فهذا يكفي، هذا الحد الأدنى، هذا هو الحد الأدنى. فدل هذا الحديث على وجوب ستر العورة بالنسبة للرجل، وأنه شرط من شروط صحة الصلاة. ثانيا، دل الحديث على استحباب ستر أعلى الجسم إذا أمكن. إذا كان مع الإنسان سعة من اللباس فإنه أيضا يستر أعلى جسمه ببقية الثوب. ثالثا، دل الحديث على أنه يجب على المسلم أن يتقي الله بحسب استطاعته، لقوله: وإن كان ضيقا فاتزر به، هذا أقصى ما يستطيع، يعني يجعله إزارا. نعم. عن أم سلمة وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا مؤكد لما سبق: إن كان الثوب واسعا فليلتحف، أنه إذا أمكن أن الإنسان يستر أعلى جسمه فليستره. والعاتق معناه ما بين الكتف والرقبة، هذا العاتق، ما بين الكتف والرقبة، هذا العاتق. إن كان والسعة يستر أعلى جسمه، يستر عاتقيه ويستر صدره ويستر ظهره، لأن هذا أكمل وأجمل في الهيئة. وعند الإمام أحمد أن هذا واجب في إحدى الروايتين، وأنه إذا صلى وهو مكشوف الكتفين مع القدرة على سترهما أو ستر أحدهما لا تصح صلاته، لهذا الحديث: ليس على عاتقه منه شيء. وفي الرواية الأخرى عنه كقول الجمهور أن هذا من باب الاستحباب وليس هو من باب الوجوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، ما حكم المؤذن ثم يخرج من المسجد ويحضر في وقت الإقامة وتتفرغ منه ذلك كثيرا دون سبب؟ إذا كان سيحضر للصلاة فالأمر سهل، إذا كان سيحضر للصلاة فالأمر أخف، ولكن يفوت عليه أجر الانتظار في المسجد والجلوس في المسجد لانتظار الصلاة، وهذا فيه فضل عظيم، وأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تستغفر له. أما إذا كان يخرج ولا يرجع فهذا هو الذي جاء النهي عنه. قد رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا خرج من المسجد بعدما أذن، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخرج على نية أنه لا يرجع فهذا لا يجوز، إلا إذا كان له عذر، إمام مسجد مثلا يروح يصلي جماعته، ولا مؤذن مسجد يروح يؤذن في مسجده، أو رابط الموعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر الشخص يروح يصلي في المسجد الذي وعده فيه. إذا كان له عذر فلا بأس، إذا كان له عذر في الخروج والصلاة في مسجد آخر فلا بأس، أما إذا لم يكن له عذر إن هذا لا يجوز له. نعم. شوف إذا كان الذي يخرج هو مؤذن نفسه يبي يرجع، المهم إذا كان يبي يرجع فالأمر أخف، لكن يفوت فضيلة الانتظار، انتظار الصلاة في المسجد. نحن قلنا إن الخارج من المسجد بعد الأذان له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يخرج بنية الرجوع، فهذا يفوت أجر الانتظار، يفوت أجر الانتظار الصلاة والبقاء في المسجد، يكون عليه نقص. الحالة الثانية أن يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يرجع إليه، لكن له عذر، كان يكون إماما في مسجد آخر أو مؤذنا فيه، أو له موعد مع شخص ولا يقدر يخلف الموعد ويغر بالشخص يروح يصلي مسجد آخر من أجل الموعد، هذا عذر شرعي لا بأس، لأنه لم يخرج رغبة عن الخير وإنما خرج لعذر. الحالة الثالثة أن يخرج وهو لا ينوي الرجوع وليس له عذر، فهذا محل الوعيد، هذا محل الوعيد. نعم. فضيلة الشيخ، لباس المرأة في الصلاة الآن هو شرط الصلاة، يحل محل الزير والثمار لأنه مختصر، أيضا ما دليل أن الوجه يجب إظهاره في الصلاة في حديثين أم سلمة وعائشة؟ ما قلنا يجب، أصلحك الله، نقول يجوز، أجمع العلماء على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، لا أما أنه يجب لا ما يجب، لكن ليس من العورة في الصلاة فتكشفه ولا يخل بالصلاة، لو غطته ما في مانع. نعم. والدليل الإجماع، الدليل الإجماع، قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على ذلك. نعم. وكذلك ذكر الإجماع الموفق في المغني والشارح في الشرح الكبير. نعم. قضية الشيخ، لباس المرأة في الصلاة الآن هو شرط الصلاة، يحل محل الزر والثمار لأنه متصل، يطلب من المرأة أن تستر جميع جسمها بالشرشف بالجلال بالعباءة بالثوب، المهم أنها تستر جميع جسمها ما عدا الوجه، هذا المطلوب منها. نعم. أما نوع اللي تلبس هذا ما لنا فيه دخل، ما دام أنه من لباس النساء، ما دام أنه من لباس النساء فلا مانع. نعم. ها؟
تستر قدميها، نعم بطن القدم وظاهر القدم، لكن بطن القدم ما يظهر إلا في السجود، تخطيه بلباسها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقبل في حديث الله عنها في ستر العورة يراد به نفي الثواب ام نفي الصحة؟ لا، نفي الصحة، لكن نفي الثواب هذا ذكره الشارح عن بعض العلماء تفسير ورد عليه، قال انه غير صحيح، لان الاصل نفي الصحة، الاصل نفي الصحة. قال ونفي الثواب يدل على نفي الصحة ايضا، يلزم منه نفي الصحة. نعم. قضية الشيخ، هل خروج اليدين أو الكفين بالأصح جائز للمرأة إذا أرادت أن تخرج من البيت أم يجب عليها نفس القفازين؟ إذا أرادت أن تخرج من البيت، قلنا إن عورتها بالنسبة للنظر جميع جسمها لا يظهر منها شيء، عورتها بالنسبة للنظر، نظر الرجال إليها جميع جسمها فلا يظهر منها شيء، لأنه إذا ظهر منها شيء صار محل فتنة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم زيادة، فإذا سترتهما بالقفازين حصل المقصود، تسترهما بالثوب أو بالعباء أو بالقفازين، مهم أن تسترهم. نعم. ما حكم زيادة إنك لا تحرك الميعاد في الدعاء بعد الأذان، وهل إجابة المقيم مشروعة؟ زيادة إنك لا تخلف الميعاد وردت في بعض الروايات، فإذا زادها فلا بأس، وقد جاءت في القرآن في دعاء المؤمنين إنك لا تخلف الميعاد، فلا بأس إذا جاء بها. أما أن يقول مثل ما يقول المقيم فنعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا يشمل الإقامة، لأن الإقامة أذان تسمى أذانا. نعم. فضيلة الشيخ، هل معنى الثوب أنها قطعة أو المخيطة يدل على أن إطلاق كلمة ثياب على ثياب الجاهلية غير صحيح، وما هو الاسم الصحيح للثياب المخيطة؟ الثوب أشمل، الثوب أشمل، يشمل المخيط وغير المخيط، أما القميص فلا يطلق إلا على المخيط، وكذلك الدرع لا يطلق إلا على المخيط، فإذا قيل درع أو قيل ثوب فإنه أو قيل قميص، إذا قيل درع أو قميص فلا بد أن يكون مخيطا، أما إذا قيل ثوب فيحتمل أن يكون مخيطا وأن يكون غير مخيط. نعم. فالثوب أعم. نعم. الإقامة. نعم.